السلام عليكم ورجعنا لكم فيديو جديد من جي تي اي في. يوم الامس 27 مارس اعلنت روكستار عن التحديث الجديد وتم اضافة سيارتين جديدة وبعض الخصومات واشياء ثانية بنتكلم عنها في الفيديو. السيارة الاولى معنا هي باجاسي تيزراكت، سيارة رياضية لشخصين بسعر 2,800,000. تعتبر من اغلى السيارات الرياضية باللعبة وتمتاز بشكلها وسرعتها وصوتها، وبالحديث عن صوتها فهو على الاغلب صوت طيارة وسيارة. أخليكم مع الصوت وننتقل بعدها للتعديلات. عندنا 10 أنواع للصدام الأمامي، 5 أنواع للصدام الخلفي، 4 إضافات لهيكل السيارة، 9 أنواع ليفري، تغيير اللون الأساسي، تغيير اللون الثانوي، وتغيير اللون الداخلي، 6 أنواع للجناح الخلفي، وباقي التعديلات الموجودة على كل السيارات. بالنسبة للسيارة الثانية فهي فابيد إيلاي بسعر 565,000. هي سيارة لشخصين تمثل العضلات الأمريكية أو أمريكان مصل. طبعا في سيارة نزلت من فترة تشبهها بشكل كبير، فما رح أعلق عليها وبيكم أنت تعطوني رأيكم فيها. من جهة التعديلات عندنا نوعين للصدام الأمامي، 8 أنواع للإكزوست، 11 نوع ليفري، تغيير اللون الأساسي، 4 إضافات للشباك الأمامي، وباقي التعديلات الموجودة على كل السيارات. ننتقل بعدها لدبل الفلوس والآر بي. عندنا دبل فلوس وآر بي على مهمة توترينج سيركت اللي تكلمت عنها بالفيديو اللي راح، ومستمر الدبل إلى يوم 2 أبريل. عندنا كمان دبل فلوس وآر بي لمهمات البيع التابعة لسبيشال كارغو، وبالحديث عن سبيشال كارغو فعندنا خصم 50% على كل المستودعات، خصم 50% على فورد زانكودو هانجر اي 2، 35% على تري رود بنكر، 30% على اركاديوس بزنس سنتر، 30% على اليخت من فئة اكواريوس، واخر شيء عندنا 30% على اف اتش 1 هانتر. وبكذا اكون وصلت لنهاية المقطع. يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسانا من اللايك والاشتراك، واشوفكم فيديو جديد بإذن الله.